بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. بدأنا نتحدث في الأسبوع الماضي في الدور 5 من أدوار التشريع الإسلامي، وقد علمنا أن الدور 4 هو الدور الذي ظهرت ونضجت فيه المذاهب الفقهية. نعم، الدور 5 يأتي يكون يعني في منتصف القرن 4 إلى عام 656 تقريبا. في هذه الفترة، تاريخ التشريع، تطور التشريع الإسلامي يدخل في دوره 5. قلنا في الأسبوع الماضي أو في الدرس الأخير إن من أبرز مظاهر الدور 5 فيما يتعلق بتاريخ التشريع الإسلامي أن الاجتهاد المطلق، ذلك الاجتهاد المفتوح المطلق الذي كان موجودا في عصر ما بعد التابعين في القرن 3 والـ4 والـ2، اختفى، وأصبح الاجتهاد في هذا الدور 5 اجتهادا مقيدا بالمذاهب السابقة. نعم، وألخص ما قد قلت آنذاك. بعض من الكاتبين الباحثين اليوم يتصورون أن هذا مظهر من مظاهر التخلف العلمي، وكان الدور 4 هو الدور المتألق الأكثر تقدما من حيث العلم، وكان على العلماء الذين ظهروا في الدور 5 أن لا يكونوا أقل من أمثال الشافعي والإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد من حيث الاجتهاد، ولكن لعوامل سياسية ولعوامل مختلفة تراجعت الطاقة العلمية عندهم، فأصبحت اجتهادهم مقيد ضمن حدود المذهب. أنا قلت هذا تصور خطأ فادح وخطأ كبير وخطأ علمي يدل على يعني تخلف هؤلاء الناقدين. نعم، قلت الأئمة السابقون أمثال الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، نعم، اكتشفوا قواعد تفسير النصوص التي على أساسها تؤخذ الأحكام وتستنبط من القرآن ومن السنة. لا أقول اخترعوها، معاذ الله، لكن اكتشفوا القواعد التي على أساسها تفسر نصوص القرآن. اكتشفوها من عمل الصحابة، اكتشفوها من عمل رسول الله، من عمل التابعين، فاتفقوا فيما اتفقوا عليه منها، واختلفوا فيما وقع فيه الاختلاف منها. طيب، لما جاء العلماء الذين جاءوا في الدور 5 مثل الإمام الغزالي، مثل الإمام النووي، نعم، طيب ماذا يصنعون؟
أيا كانت معارفهم ومهما كانت علومهم متقدمة، لا يستطيعون أن يخرجوا عن نطاق المنهج الذي التزم به الأئمة السابقون. مهما كانت علومهم متقدمة، مهما كانوا عباقرة، لا يستطيعون أن يخرجوا عن قواعد تفسير النصوص التي اكتشفوها، قواعد محدودة. نعم، ربما كانت هنالك أمور خلافية. طيب، هذه الأمور الخلافية كل ما يمكن أن يجنح إليه هذا العالم في هذا الدور ذكره من قبله. يعني عندنا مثلا الأمر اللي هو صيغة افعل يدل في اللغة على الوجوب يا ترى، ولا يدل على مطلق الطلب؟ ثم نفهم يا ترى قد يكون الطلب على سبيل الوجوب، وقد يكون على سبيل الندب، وقد يكون على سبيل الإباحة. رأي. وهنالك من يقول لا، ننظر إذا يأتينا أمر ننظر إلى ما كان قبله، فإذا جاء الأمر بعد النهي يكون للإباحة، وإذا جاء الأمر رأسا لا يكون للوجوب. يعني الخلاصة في ثلاثة آراء وأربعة آراء. لو أراد الإمام الغزالي وهو عبقري في العلوم أن يجتهد اجتهادا مطلقا، لن يستطيع أن يخرج عن هذه الآراء الثلاثة، لا يستطيع. وذكرت لكم مثالا قواعد اللغة العربية تماما مثل قواعد تفسير النصوص، لا فرق. قواعد اللغة العربية يعني الإعراب، الفعل كيف يكون، الفاعل كيف يكون إعرابه، المفعول متى يكون الفعل متعديا يحتاج إلى مفعول، متى يكون لازما لا يحتاج إلى مفعول، ما هو الحال وكيف يكون منصوبا ولا مرفوعا، ما هو التمييز. طيب، علماء اللغة العربية استنبطوا هذه القواعد ودونوها. إذا جاءنا إنسان يقول لماذا لا أنتم أيضا تبدعون قواعد اللغة العربية كما أبدعها من قبلكم؟ هذنك أبدعوا عباقرة، أنتم ما عم يطلع بيدكم كمان تبدعوا هذه القواعد. كلام هذا كلام جاهل أحمق، هذا اللي عم يحكي الكلام. أولئك ما اخترعوا قواعد من عندهم، يعني بناء على رغبة خاصة منهم. إذا نحن أيضا ممكن أن نبدع قواعد بموجب رغبة خاصة مننا؟ لا، ولكنهم أصغوا إلى العرب كيف يتكلمون، كيف يعربون الحال، مفعول ولا منصوب ولا مجرور ولا مرفوع، كيف ينطقون بالتمييز، ما هو التمييز. دونوا ما فهموه من كلام العرب في شعرهم ونثرهم وجمعوا هذه القواعد. طيب، نحن الآن ماذا هل نستطيع أن نخترع قواعد أخرى غير اللي ابتدعوها؟ نقول نحن كما أننا أقل منهم عبقرية، نحن كما بدنا نبدع شيء غير اللي أبدعوا؟ ما أنت عم تتلعب باللغة العربية. أظن الكلام واضح، هذا مهم أن نعرفه. كمان لما بدنا نتكلم بالاجتهاد نقول لماذا لم يكن الإمام الغزالي مجتهدا اجتهادا مطلقا مثل الإمام الشافعي؟ يا أخي عمل حاله شافعي ماشي وراه. لماذا لم يكن الإمام السرخسي مجتهدا اجتهادا مطلقا بدل ما يقيد حاله بمذهب من المذاهب مثل الإمام أبي حنيفة مثلا؟ مهما حاول لو أراد أن يقفز إلى هنا أو هنا أو هنا لن يستطيع أن يخرج من قواعد تفسير النصوص التي دونها العلماء في القرن الرابع، وفي مقدمة من دونها من؟ ما لازم ننسى مين أول من دون قواعد تفسير النصوص؟ الإمام الشافعي في كتابه اللي سماه الرسالة. لكن وضع، مو وضع، اكتشف هذه القواعد التي كان يعتمد عليها الصحابة والتابعون في استنباط الأحكام من النصوص،
ودون أجو كل الأئمة أخذوها منه، الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. طيب إذا بدنا نقول فقهاء في الدور الخامس مثل الإمام النووي مثلا، الإمام السرخسي لنفرض، الإمام القرافي، تعال يا بتجي بتخترع قواعد تفسير النصوص غير اللي اخترعوها، أو بتكون أنت ما بتفهم لك. منين بده يجيب؟ بده يدجل معناته. فهذا الكلام إذا فهمنا ندرك مدى حمق، ما بقول جالي، حمق الذين يتهمون علماء الذين جاءوا في الدور الخامس بالتخلف، لأنه هن كمان ما كانوا مجتهدين مثل هذنك. لذلك هذا مختصر كلامنا في الدرس الماضي. لذلك الأئمة الفقهاء العظام من أمثال الغزالي ومن أمثال العز بن عبد السلام ومن أمثال الإمام النووي ومن أمثال الإمام السرخسي، نعم، وكثيرين، والقرافي، مختلف المذاهب، هؤلاء كانوا مجتهدين، لكن يسمون مجتهدين في المذهب. هي بدنا نفهمها. كان الواحد منهم مجتهدا، لكن ماذا يقال عنه؟ مجتهد في المذهب، يعني يستنبط الأحكام من النصوص، يستنبط أحكام الفقه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يستنبط الأحكام عن طريق القياس، عن طريق الاستحسان، عن طريق المصالح المرسلة. لكن عندما يستنبط، آلية الاستنباط، القواعد التي على أساسها تستنبط الأحكام من النصوص، من بيجيبها؟ من اللي حطوها من قبل. شايفين كيف؟ الأمر يلي من قبل منا قالوا للوجوب، أو رأي قال لا لمطلق الطلب، واحد فصل. طيب الإمام الغزالي بده يتبع يا هالرأي يا هالرأي يا هالرأي، إذا صار اجتهاده ضمن حدود المنهج اللي رسمه أولئك الناس. العلة في القياس، القياس يحتاج إلى علة، مشان حتى نشبه الفرع اللي ما شفنا له حكم في القرآن بحكم موجود له نص في القرآن. بده يكون في بينات الشبه بيس بالعلة. العلة قالوا لنا هادنك باب الدور الرابع لازم تكون مؤثرة، هي درجة أولى. إذا ما كانت مؤثرة بتكون ملائمة، وإذا ما كانت ملائمة بتكون شبه، لا هي ضعيفة. عظيم. فيلي عم يشاهد اليوم عم يلحقهم لهم كمان، ما بيقدر يحكي غير هيك. القياس يكون مشروعا إذا كانت العلة بين الفرع والأصل أعلى شيء أن تكون مؤثرة. لما بنقول له شو هي المؤثرة، بيسأل الإمام الشافعي، قال المؤثرة ما كان منصوصا عليها في القرآن أو في السنة، منصوص على العلة إنه هي العلة، هي اسمها مؤثرة. طيب لا يستطيع أن يخرج، مهما تحرك سيجد أن هنالك من سبقه إلى هذا القول. نعم، هذا معنى قولنا إن العلماء الذين جاءوا في هذا الدور، دور الخامس، كانوا مجتهدين، لكنهم كانوا مجتهدين ضمن قواعد تفسير النصوص التي وضعها العلماء السابقون. هذا كلام سليم. فإذا قال قائل ولماذا لم يكونون مجتهدين مطلقا، بنقول لأنه يلي قبل منهم سكر عليهم الطريق، كل شيء بدهم يقولوا يلي قبل منهم قالوا. لكن لو الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى كان موجود في القرن الثالث، وكنت شفت شلون كان مجتهد مطلق. لو العز بن عبد السلام العالم الجليل، نعم، كان موجود في ذلك العصر، كنت رأيت كيف أنه كان مجتهد اجتهاد، لأنه الساحة أمامه مفتوحة. نعم، إذن
وجد في الدور الخامس علماء فطاحل في الفقه، وكانوا مجتهدين، لكن كانوا مجتهدين ضمن قواعد المذاهب السابقة، لا لأن قدرتهم العلمية كانت متقاصرة عمن قبلهم معاذ الله، ولكن لأن مساحة الاجتهاد المطلق كان السابقون قد شغلوها، لم يعد هنالك مجال. واضح كيف؟ طيب، ما هي مزايا هذا الدور الخامس؟ في مزايا كثير الحقيقة يطول الحديث فيها. من أبرز هذه المزايا تعليل الأحكام. يعني مثلا الإمام الغزالي يجد أن الإمام الشافعي بيّن في كتابه الأم أن البنت التي جاءت سفاحا منه مثلا ارتكب زنا، فحملت المرأة التي زنى بها منه وجاءت ببنت، يقول هذه لا تنطبق أحكام البنوة، فلا ترث منه ولا يرث منها، ولو أراد أن يتزوجها يستطيع أن يتزوجها لأنها ليست بنته. واضح كيف؟ طيب، لا ذكر هذا الكلام. اجوا بقى الفقهاء اللي اجوا من بعد مثل الغزالي مثل النووي عللوا بينوا، قالوا لأن معنى البنت في القرآن يفسر بالحقيقة الشرعية وليس بالحقيقة اللغوية. كلمة البنت لها معنيين، معنى شرعي معنى لغوي. معنى اللغوي مجرد وحدة من مائه، من مائه بنته أي باللغة، لكن شرعا بدها تكون من مائه وبدها تكون بنكاح شرعي، صح؟ هي معنى البنت الشرعية. ولما الباري عز وجل بين لنا في سورة النساء ميراث البنت، إن البنت بتأخذ النص، وإذا كانوا بنتين بيأخذوا التلتين وكذا، أي بنت حكى بالمعنى الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة الشرعية؟ وهيك الحقيقة الشرعية. لذلك لو أن فتاة كانت يعني جاءت من زنا ترث؟ لا ترث. لماذا؟ لأن كلمة البنت في القرآن تفسر بالمصطلح الشرعي. خلص، ما دام هيك إذن البنت التي جاءت من سفاح لا تنتمي بالبنوة إلى من استولدها، ما منسمي أبوها ولا منسميها هي بنته شرعا، ولو لغة تتسمى. قال ليش ما كيف بيقدر يتزوجها؟ كيف انه منعتوها من الميراث؟ ليش ما اخذت ميراث ابوها؟ لانه مو ابوها. ما دام مو ابوها صار غريب، صار اجنبي. هلا هالتعليل امتى بحثوه وامتى شرحوه في الدور؟ في خلاف بين الامام الشافعي والامام ابي حنيفه فيما يتعلق بالخمرة، متى يقام عليها الحد؟ قال إذا كانت هذه الخمرة التي شربها، نعم شرب وشرب وما سكر، حرام، بس لا يقام عليه الحد عند سادة الأحناف. الإمام الشافعي لا يقام عليه الحد، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ويقام عليه الحد، إن سكر ولا ما سكر. هذا حكم. يجوا الفقهاء من أمثال الإمام النووي والأمثال العز بن عبد السلام وأمثال الغزالي شرحوها وأوضحوها. نعم، لأنه هذا
جابوا طبعا شرحوا كيف، لما شرحوا ما طلعوا من كلام الإمام الشافعي، الإمام الشافعي بين. نعم قال طيب لو كان واحد شرب كأسا وكأسين ما سكر وما صار له شيء بنوب بنوب، طبعا غير الخمرة، الخمرة التي نطلع من العنب قد ما كان بالاتفاق نعم يقاضى ويعاقب عليها، لكن النبيذ مثلا هذا شرب نبيذ ما سكر، أما شو قلنا له؟ أفتى أبو حنيفة أنه خلاص ما دام ما سكر ما صار له شيء. طيب عاد طلع لبرا، كان الجو دافئ وكذا، طلع لبرا مشي لفحه برد واملك اشتغلت معه شغله سكير. نقول كيف نقول انه شرب شرابا كان مباحا واستقر في جوفه مباحا، ثم تحلول بعد ان استقر في جوفه مباحا فاصبح حراما؟ بتصير هيك؟ ما بيصير. هشوف شلون. فهذا معنى قولنا ان الائمه الذين جاءوا بعد شرحوا ووضحوا، مثل يعني قانون المتن الوضع جاء بعد ذلك قضاة فشرحوا هذا القانون وبينوه وزادوه إيضاحا، وأمثلة كثيرة. هذه أول مزية. المزية الثانية لهذا الدور أن هؤلاء الفقهاء أخذوا يرجحون قولا على قول، هنا الاجتهاد ظهر لهم. يعني مثلا الإمام الشافعي روي له قولان في مسألة، بمصر كان له رأي وقبل منها في له رأي ثاني، الشافعي له في هذه المسألة الرأي، الإمام مالك له رأي ثاني، الإمام أحمد له رأي، الإمام أبو حنيفة له رأي. فالآن فقهاء الدور الخامس ماذا يصنعون؟ ينقلون آراء الآئمة ثم إنهم يقفون موقف القاضي، هذا الرأي أرجح ذلك الرأي مرجوح. واضح كيف؟ يعني كثيرا ما يخالف الإمام الغزالي إمامه، بيقول لا والله رأي الإمام أبو حنيفة به المسألة أصح، كثيرا ما يخالف واحد من السادة الأحناف إمامه أبو حنيفة، بيقول لا والله رأي الشافعي في هذه المسألة أصح. ومن هنا وجد في هذا الدور ما يسمى الفقه المقارن. شو يعني الفقه المقارن؟ يعني ندرس مذهب الإمام الشافعي فيما يتعلق مثلا بالسلم بالبيع، قواعد مسائل البيع، بنقارنها بمذهب أبو حنيفة من أي الخلاف أنه أصح. هنا بقى يأتي دور الترجيح، فقهاء وهذا المذهب يرجحون رأي أبي حنيفة في هذه المسألة أصح، لأن الحديث الذي استشهد به الإمام الشافعي كان ضعيفا وهو لم يعلم ضعفه، ولكن فيما بعد تبين، إذن فكلام أبو حنيفة أصح، أو لأن الآية تدل على ما ذهب إليه أبو حنيفة وليس كما ذهب إليه. هذا اسم الترجيح، ووجدت كتب كثيرة دخلت تحت عنوان اسم شو هو؟ الفقه المقارن، عنوان الفقه المقارن. أمثلة كثيرة، مثلا الإمام أبو حنيفة يقول الوقف معروف، أحكام الوقف متفق عليها، النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك لسيدنا عمر، وسيدنا عمر وقف أرضا كان قد أخذها من خيبر وكله. لكن الإمام أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول الواقف يستطيع أينما متى شاء أن يعود في وقفه، يرجع. والله وقف، وقف دارا له 10 سنوات، بعد 10 سنوات جباله يأخذها، إيه بيدر يأخذها. وهذا خلاف ما ذهب إليه الشافعي وخلاف ما ذهب إليه، إلا الإمام أبو حنيفة بيقول إذا سجل هذا الوقف في وثائق الدولة فلا يستطيع عندئذ أن يعود. طيب
كثير من فقهاء احنا فيما بعد قالوا لا، رأي الإمام الشافعي أصح، وتجد كلام طويل لدعم رأي الإمام الشافعي، وفيهم من يقول لو أن الإمام أبا حنيفة رأى حديث سيدنا عمر الذي يقول فيه أنه جاء إلى رسول الله وقال له أخذت أرضا نعم هي يعني أفضل ما دخل في يدي، فماذا تأمرني يا رسول الله أن أفعل بها؟ فدله رسول الله على أن يقفها، فوقفها سيدنا عمر. بعدين سألوا قال أنا لو ما أنه وقفت لكنت أستعمل هذه الأرض بكذا وكذا، معنى ذلك أنه لا يملك أن يعود. طيب شايفين الترجيح كيف؟ نعم. وهكذا نعم بيع المرابحة للآمر بالشراء، أذكر أمثلة يعني ما في مانع، أنه نحن ما لنا بدرس وعظ، درس علم نحن. هلا شو معنى المرابحة؟ رجل يأتي إلى بنك إسلامي طبعا، أو إلى شخص تاجر كبير يقول له اشتري سيارة لنفسك وأنا أعدك بأنني أشتريها منك بربح، وربحك فيها بالمئة 10% أكثر أقل، يتواعدان يقول له أكيد إيه أكيد، يروح يشتري لحاله هالسيارة أو بيت أو شو ما كان. نعم بيقول له أنا اشتريت. طيب بشوف مواصفاتها مثل ما هو بده، فيشتريها هو منه بعد ذلك مرابحة. طيب هنا المشكلة اللي اختلفوا فيها. طيب اشتراها البنك وكل شيء، بعد ما اشتراها بطل هداك، قال له والله أنا بطلت، ما عاد بدي السيارة، ما عاد بدي البيت، شو الحكم؟ هنالك من الفقهاء من قال والله خلاص يملك أن يرجع. نعم. هنالك من يقول لا يقاضى، وهذا مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك يقاضى، لأنه لا ضرر ولا ضرار، أنت خليت هذا الإنسان يتضرر، اشترى الغرض، ما كان بده يشتري، اشترى على أساس صحيح، اشترى لنفسه لكن على أن يبيع هذا المتاع لك. نعم. والإمام القرافي وهو مالكي يذكر حجة الإمام مالك في هذا، كثير من الشافعية رجعوا رأي مين؟ الإمام مالك. أذكر لكم أمثلة على هذا، وهذا يدل دلالة واضحة على أن علماء هذا الدور كانوا مجتهدين، ولذلك ما أكثر ما خرج المجتهد عن رأيه نعم إمامه. العز بن عبد السلام شافعي، وله كتاب اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يتحدث عن رأي الإمام الشافعي في كراهية الاستواك بعد الزوال بالنسبة للصائم. الإمام الشافعي يقول إذا أذن للظهر ما يتسوق خلاص، ولو السواك في أصله سنة. ليش؟ دليله أنه لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، يعني رائحة الصوم اللي بتنبثق من فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. إذن هذا دليل على أنه لا خليها الريحة تم. العز بن عبد السلام يرجح حديث رسول الله القائل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواكه عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر وجوب، هو أمر السنية موجود، لكن بيقصد لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وبيقول الإنسان لما بيتسواك رائحة الخلوف ما بتروح، يعني رائحة الصوم بالتم. فانظروا العز بن عبد السلام شافعي المذهب يخالف، الإمام الغزالي شافعي المذهب لا، يرى أنه الرجل إذا طلق زوجته وهي في المحيض لا يقع الطلاق، وضع كيف، ويخالف الإمام الشافعي في هذا. إذن لاحظوا أئمة هذا العصر كانوا مجتهدين،
لكن مجتهدين ضمن المذهب، يعني القواعد التي يجتهدون على أساسها سبق أن وضعها علماء الدور الرابع، إذن مجتهدين ضمن هذه القواعد. المزية الثالثة، شرح المؤلفات، يعني وجدت في هذه الفترة شروح، مؤلفات وشروحها، مؤلفات وحواشيها، وهذا مظهر إيجابي وليس مظهرا سلبيا كما يقول البعض. يعني مثلا الإمام الغزالي ألف، عفوا الإمام النووي ألف كتابا في الفقه اسمه المنهاج، مختصر جامع، وجد له شرح، شرحه من الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، تحفة الفقهاء، تحفة، نعم، في شرح المنهاج من 10 مجلدات، شرح المنهاج. طيب، في واحد شربيني شرح أيضا المنهاج شرحا آخر، هذاك غير شرح ابن حجر، اسمه مغني المحتاج. طيب، الإمام النووي شرح كتابا اسمه المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، مهذب كتاب في الفقه، إذا شرحه، شرحه ب9 مجلدات وتوفي ووصل لأول باب البيوع، يعني لو كتب له من العمر ما يستطيع أن ينهي به لوصل هذا الكتاب إلى 30 مجلدا، أكيد مو أقل من 30 مجلد. جاء من حاول إتمامه لكنه لم يتمم بعد. هذه مزية أخرى من مزايا الدور الخامسة، مزية أخرى مهمة جدا جدا، تدوين ما يسمى بقواعد الفقه. في شيء اسمه قواعد الفقه، لم تكن هذه القواعد معروفة ولا موجودة في الدور الرابع ولا لأبلو نهائيا، وإنما كان هنالك يعني أحكام منثورة، جزئيات، آلاف الأحكام مدونة معروفة، وجاء العلماء فحفظوها وتناقلوها واجتهدوا فيها وشرحوها، لكن لم يخطر في البال أن تجمع في قواعد. في الدور الخامس وجدت القواعد الفقهية. الآن ما معنى القواعد الفقهية؟ القاعدة الفقهية عبارة عن حكم كلي يعبر عنه بكلمة جامعة تندرج تحته مئات الجزئيات الفقهية. إذن القاعدة الفقهية ما هي؟ حكم يعبر عنه بكلام كلي، هذا الكلام الكلي تندرج تحته جزئيات من الأحكام تبلغ ربما المئات. هذه القواعد أين وجدت؟ في هذا العصر، وكثير من العلماء شرحها وأطال في شرحها، والمكتبة عنها غنية بشروحها. مثلا نذكر بعض هذه القواعد، ما بنقدر نذكرها كلياتها. نعم، المشقة تجلب التيسير، قاعدة، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، هي كلياتها شو؟ هي قواعد، قواعد. المشقة تجلب التيسير، من أين أخذت هذه القاعدة؟ لاحظوا، هؤلاء الفقهاء من أين جمعوها؟ جمعوها إما من آيات في القرآن أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من أجزاء من جزئيات الأحكام، هم الحكم حكم 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 لك، كل هالأحكام عم تدل أنه الله سبحانه وتعالى متى ما شاف العبد وقع في المشقة بيزيل المشقة وبيحط بدال حكم تاني. دوروا 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 ما لقوا شذوذ، قالوا لك يا جماعة دائما الشارع هيك، إذن لكان في عنا قاعدة،
صاغوها بها العبارة المشقة تجلب التيسير. مثلا شافوا الباري عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما هيك؟ نعم. الباري عز وجل يقول هذا الكلام. طيب شافوا أن الباري عز وجل يرخص المسافر وقت بيتعذب أنه يفطر، بيرخص له أنه يجمع بين الصلاتين، بيرخص له أنه يصلي ركعتين بدل ركعة، بيصلي بيرخص الإنسان اللي بيضره الوضوء أنه يتيمم. ودوروا دوروا على طول، متى ما وقع الإنسان بشدة ما بتلاقي غير فتح باب التخفيف. منين لملموا هالمسائل؟ من جزئيات الأحكام، جزئياتها، وكمان بالقرآن. نعم نعم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسرى. قال يا جماعة عندنا قاعدة، المشقة تجلب التيسير، في تحت منها جزئيات كثيرة. واضح كيف؟ مثلا العادة محكمة، قاعدة. منين أخذوها؟ وجدوا بكل أبواب الفقه الشيء الذي لا نص عليه نرجع فيه إلى العرف. البيع إذا تم، هذا المتاع الذي اشتريته لا يصبح من ضمانك إلا إذا قبضته. طيب والقبض مين بيفسره؟ قال العرف والله بيفسره. العرف القبض شلون بيكون؟ العرف هو اللي بيحدد. كان قبض البيت من زمان انه ياخذ المفتاح، اخذ المفتاح اذا كان قبض البيت، هلا صار لا يطوبه، ما هيك؟ هذا معنى العاده محكمه. اشترى سياره من زمان، كان فيها مكيف ولا ما فيها مكيف، سياره تكون هكذا ما هي معيبه، لكن الان اذا ما فيها مكيف تعتبر عرفا معيبه، ولذلك من حقه انه يرجعها. واضح كيف؟ شو يعني حكم في هذا العرف؟ إذا في عنا قاعدة بتقول العادة محكمة. في كلام للنبي بهذا، نعم، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. نعم قاعدة. طيب الضرر يزال، قاعدة. متى ما وجد الضرر الشارع يضع حكما لإزالته. الضرر يزال أساسه منين؟ إجانا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا ضرر ولا ضرر، أي لا يجوز لك أن تبدأ أخاك بضرر، ولا يجوز لأخيك أن يقابل الضرر بضرر. كلام رائع. طيب فالنبي حكى الكلام، وبعدين شفنا جزئيات المسائل الفقهية في باب في العبادات، في الطهارات، في البيع، في الشراء، في السلام، في الفلفل، على طول على طول الشارع يبعدك عن الضرر. اي نعم، لا ضرر ولا ضرار. نعم، اذا رسمت هذه القاعده، الضرر يزال. هذه قواعد لم توجد من قبل، وانما وجدت في الدور الخامس. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. هذا مثل حكايته كلمة تانية، الأصل بقاء ما كان على ما كان. لو واحد توضى وطلع من بيته متوضي أكيد أكيد أكيد، بعدين شك أنه ترى لساتي متوضي ولا راح الوضوء. هلا في صار يقين سابق وشك لاحق، أنه بيغلب الثاني؟ اليقين السابق. اليقين لا يزول بشكل، لأنه اليقين أقوى. طيب طلعت من بيتك مالك متوضي أكيد أكيد، بعدين تلاقي لك أنا توضيت يا جماعة ولا ما توضيت؟ والله يمكن توضيت، لا والله يمكن ما توضيت. هل هون شو بنقول؟ أيهما أقوى؟ اليقين. اليقين شو هو؟ أنه ما له متوضي. الله أكبر. تنكة مية تركتها وهي نظيفة طاهرة تماما تماما، رجعت شفت في حوالي التنكة حيوانات كذا تسرح وتمرح إلى آخره. قلت يا جماعة يا ترى التنكة لساتها نظيفة؟ ما جاء هذا الكلب ما ولغ فيها هذا الكلام؟
شك. شو الحكم؟ اليقين السابق هو المتغلب. فقهاء منين أخذوا القاعدة؟ لما لملموا هالجزئيات هون وهون 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 وجدوا أنه شارع دائما ماشي على هالأساس، قالوا لكن يلا يا جماعة دونوا عنا قاعدة، اليقين لا يزول بالشك. نعم، واضح كيف؟ في عند منا قاعدة، الأمور بمقاصدها. الأمور يعني بتتلون تصرفاتك حسب القصد يلي بقلبك. لون القصد بيطفح على لون الفعل. الأمور بمقاصدها. من أين أخذ هؤلاء الفقهاء القاعدة؟ أولا من كلام النبي إنما الأعمال بالنيات، ثم أخذوها من جزئيات الأحكام الكثيرة التي تبين أن النية هي التي تتحكم في الصحة والبطلان، تتحكم في الثواب وفي العقاب، تتحكم في كثير من الأمور. نعم، واحد صلى لكن عم يصلي مشان الناس تقولوا عنه صاحب دين، يروح يشتروا من عنده منه تكتر الزبائن عنده منه. صلاته تصطبغ بلون القصد اللي بقلبه. نعم، الأمور بمقاصدها. واحد نعم يمارس أعمال صالحة، بيروح كل سنة على الحج لكنه يذهب إلى الحج لأعمال تجارية، لمقاصد، لأقارب، لأمور سياسية مختلفة. طيب هل هو حج من حيث القواعد؟ إذا أدى أركان الحج وشروط الحج وكل شيء كله منقول الحج صح، لكن ثوابه لا ثواب لأن الأمور بمقاصدها، وهكذا. نعم، إذن ينبغي أن نعلم أن فقهاء الدور الرابع لم يكونوا أقل قدرة على الاجتهاد، بل كانوا يمتازون بقدرة فائقة، إلا أن ظروفهم اقتضتهم أن يتحركوا ضمن مساحة ضيقة. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. بقي سؤال بدنا نطرحه ونعرف الجواب، ما الفرق بين قواعد تفسير النصوص وبين القواعد الفقهية؟ قواعد تفسير النصوص مفاتيح لفهم الأحكام من نصوص القرآن ونصوص السنة. جاءك لفظ عام، طيب العموم كيف بدنا نفهمه؟ للكل، ما في استثناءات. جاء لفظ مطلق، كيف بدنا نفهمه؟ مثلا اللفظ العام يجري على عمومه، اللفظ المطلق يجري على إطلاقه. قواعد الأمر للوجوب، النهي للحرمة. إذن قواعد تفسير النصوص مفاتيح تستعملها قبل معرفتك للأحكام. قواعد الفقه بالعكس، قواعد تصوبها بعد وجود الأحكام الفقهية، بعد تكاملها تعود تعيد النظر فيها فتستنبط مما قد فهمت قواعد كليه. واضح كيف؟ نعم، فقواعد تفسير النصوص تكون قبل الاجتهاد في فهم الأحكام. القواعد الفقهية متى تكون؟ بعد. نعم، الأحكام اتدونت وانكتبت وعم نستعرضها كلياتها، هيك استعراضنا لجزئياتها شكلت عندنا قاعدة كلية لها، أي اسمها قواعد الفقه. نعم، هذا هو الفقه. ونتابع إن شاء الله الحديث عن الدور الخامس في درس القادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا.
اللهم أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا ربي كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. نسألك اللهم بأنك الله الأول الآخر الظاهر الباطن، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن تهدي عبادك التائهين الضالين الشاردين عن هديك المفتئتين على كتابك يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصيهم إلى ما يرضيك، اللهم اهدهم فيمن هديت، اللهم أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. فإن لم يكن في قضائك أن تهديهم، فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تقضي على كل من يريد سوءا بدينك، أن تقضي على كل من يريد سوءا بإيمانك يا رب العالمين، بهديك بقرآنك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اجعل هذه البلدة المباركة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. طهر اللهم بلدتنا المباركة هذه من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، تجلى علينا تجلي رحمة، تجلى علينا تجلي مغفرة، اصفح اللهم عنا صفحك الجميلة يا رب العالمين. اللهم إنا مقرون بذنوبنا مقرون بأخطائنا، نستغفرك اللهم من كل ذنب قوي عليه بدننا، نستغفرك اللهم من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، فأوزع لإخواننا الآخرين أن يتوبوا إليك وأن يعودوا إليك وأن يصطلحوا مع شرعك يا رب العالمين، حتى تستجيب دعاءنا وحتى ترفع هذا البلاء عنا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تلهمنا وأن تلهم إخواننا هنا في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام، ألا يجهروا بالمعاصي إذا ابتلوا بها، ألا يجهروا بمعاصيك إذا ابتلوا بها يا رب العالمين. فأنت غفار الذنوب لمن ستر، أنت غفار الذنوب لمن استتر بذنبه، ولكن نسألك اللهم، نسألك اللهم ألا تهلكنا بسبب من يرتكب المعاصي ويجهر بها، ألا تهلكنا من جراء من يرتكب المعاصي متباهيا بها. يا ذا الجلال والإكرام، نعلم أن هذا يغضبك، نعلم أن هذا يغضبك، نسألك اللهم أن تهديهم، نسألك اللهم أن تهدينا جميعا إلى أن نلتزم هديك ونسير على صراطك. فإن زلت بنا القدم فنسألك اللهم أن ترزقنا التوبة، نسألك اللهم أن ترزقنا التوبة، نسألك اللهم أن ترزقنا العودة إلى صراطك يا رب العالمين. يا وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.